اخونا عصام كرار، اخوي اللواء روح مطاري وكل الاخوه. نحن في يعني انا من سمعت بانه ترباس قاعد شعرت انه انا ما في منطقه العمليات صراحه. عشان قاعد ترباس معناته المساله خفيفه اطمئنينا والله. الحمد لله شكرا. نحن وجودك في المنطقه بتاعتنا يعني ريح الناس وريح العساكر. جيتك الليله نعم كملت المشهد يعني. يا اخي الله يقويك. مرحبا بك في دارك. شكرا يا سعاده. يسكروا ويسطروا التاريخ. يا اخي كثر خيرك. سطروا التاريخ دي ممكن تفهم ما هم يعني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كثر خيرك. انا سعيد جدا بهذه الجلسه العظيمه يعني. وسعادة الفريق يا اخي انا سعيد بك جدا. وسعادة اللواء معليش انا نسيت اخونا اللواء هاي كيف عماد هاي. وانا سعيد جدا بالاخوه برضو يعني الشباب دي الله اوصيك عليهم. لكن هنا بيهاجموا النصر. لا انا اوصيك عليهم.